قالت الأمم المتحدة إنها أبلغت باتهامات حول تورط جنود أجانب في انتهاكات جنسية واغتصابات بحق قاصرين في إفريقيا الوسطى. الجنود المشتبه بهم يعملون مع قوات الاتحاد الأوروبي وهم من فرنسا وجورجيا ودول أوروبية لم يكشف عنها. الانتهاكات المبلغ عنها وقعت في مخيم للنازحين قرب بانجي وتعود إلى العام 2014. المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يقول بظهور المزيد من الحالات وتورط المزيد من الوحدات يتضح أن جميع القوى العسكرية الأجنبية المرتبطة بالأمم المتحدة أو غير المرتبطة يجب أن تضع إجراءات أقصى وأكثر فاعلية لمنع أي استغلال أو إساءات إضافية. السلطات المحلية أعلمت بالانتهاكات وكذلك العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي في إفريقيا الوسطى وتجري التحقيقات بهذا الشأن. في سياق موازن خرج المئات في شوارع العاصمة بانجي يطالبون بإعادة الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية ويتوقع أن تخرج القوات الأجنبية من إفريقيا الوسطى عند انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس جديد.